السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم معايا مره تانية. فكره ان انا احدد الاوبجكتيفز بتاعتي واحده من الخطوات الكريتيكال والاساسيه والمهمه جدا وانت بتكتب الماركتنج بلان. خلي بالك ان في عند حضرتك الفاينانشال اوبجكتيف، في عندك الماركتنج اوبجكتيفز، وفي عندنا الفوركاستنج تكنيك. ازاي اقدر اعمل فوركاستنج بشكل مظبوط يتناسب مع الاندستري اللي انا فيها، الكامباني، البراند او البرودكت اللي انا شغال عليه. نقطة الفوركاستنج واحدة من النقاط زي ما قلت لحضرتك المهمة جدا، لازم تكون فاهمها كويس قوي واساليبها وازاي تطبقها معاك في كتابة الماركتنج بلان. اهلا بحضراتكم، مكملين رحلتنا مع هاو تو ديزاين ماركتنج بلان بشكل بروفيشنال، ويمكن انا دلوقتي بتكلم على نقطة مهمة جدا اللي هي نقطة الفوركاستنج. وفي الحقيقة احنا بالنسبة لنا الاكسل شيت او ان انا اتعلم الاكسل من الحاجات الاساسيه بالنسبه لي انا كراجل بشتغل في الماركتنج، هيفيدني في حاجات كتير وهيحل لي يمكن بعض الصعوبات الكتير. على سبيل المثال لو بتكلم على الفوركاستنج، قلت لكم يمكن الريجريشن واحده من اهم تولز اللي اقدر استعملها في مجال الفوركاستنج. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على المثال اللي قدامنا دوت. نفترض ان انا عندي سنين معينه، ادي كده 2020 21 22 25. نفترض ان انا عندي السيلز فورس تيم سنة 20 عندي 30 مندوب، ال 30 مندوب دول مثلا او السيلز فورس تيم بتاع العدد بتاعهم 30 باعوا لي 100 يونت. سنة 21 كان عندي 35 سيلز فورس تيم عددهم يعني باعوا لي 105 يونت على سبيل المثال. سنة 22 كان عندي 33 شخص كسيلز فورس تيم باعوا لي 105 برضه ما فرقتش كتير. سنة 23 كان عندي 50 باعوا لي 130، سنة 24 كان عندي 65 شخص عملت بابريكس روح، حاولت ان انا ازود، دول باعوا لي 150 يونت. طب لو افترضنا ان انا عايز ازود العدد هنا ل 90 شخص في السيلز فورس تيم، عايز اعمل بريكس روح كبيره بقى، ازود العدد بشكل كبير، طيب هنا المبيعات تبقى كام؟ اتوقع تبقى كام؟ هنستعمل هنا داله مهمه جدا اللي هي داله الفوركاست، لازم نتعلمها لانها في غايه البساطه. بدوس فوركاست، بفتح قوس، طلع لي زي ما حضرتك شايف كده معادله تحت. بص ادي الفوركاست بيديني هنا اكس، حط فاصله نون وايز النون اكسس. تعالوا احنا نشوف معناه ايه الكلام ده. اكس دي اللي هي معناها السيلز فورس تي اللي هي العلامه ديت. ليه؟ لان احنا بنعبر هنا عن الاكس اللي هو الفاكتور المعلوم اللي انا ايه يعني بغيره في ايديا، بيطلع لي الاندبندنت فاكتورز اللي هو السيلز اللي هو غير معلوم يعني اللي احنا سميناه واي. يبقى ادي هنا عندنا اكس وادي عندنا هنا واي فوق. طيب هنعمل فاصله هنا بيقول لك ايه نون وايز. نون وايز اللي هم ايه اللي هم اللي طلعوا النتائج اللي هي كانت مبنيه على السيلز فورس تيم العدد بتاعهم. هناخد كل المربعات دي هنعملها اكتيفيشن، عمل لي هنا زي ما انت شايف ايه من دي 4 الى دي 8، هنحط فاصله. قال لك هنا ايه نون اكسز. نون اكسز اللي هي الارقام اللي كانت ايه اندبندنت فاريبل، دول اللي هم الاكس. طلع لي هنا من سي 4 الى سي 8. اقفل القوس، ادوس انتر، طلع لي المبيعات بتاعتي. شايف حضرتك حاجه في غايه السهوله والبساطه. طب نفترض ان انا عايز اغير، نفترض ان المندوبين بتوعي مش هخليهم مش هخليهم 90 شخص، ده انا هخليهم 60 واحد بس، يعني هقللهم. بص حضرتك بقى هعمل ايه، انتر، جاب لي كام المبيعات المتوقعة؟ 143 يونت. طب لو افترضنا ان انا خليتهم 70 المبيعات هتبقى كام؟ يتوقع لي هنا ان هي 158 يونت، المبيعات بتاعته الفوليوم بتاعه. زي ما انت شايف حاجة في غاية السهولة والبساطة، ولازم الريجريشن زي ما قلت لحضرتك تبقى التول في ايديك مهمة جدا تستعملها. طيب انا هنا خلي بالك ان انا اعتمدت على ايه؟ اعتمدت على فاكتور واحد اللي هو السيلز فورس تيم. لما بغير السيلز فورس تيم بيتغير قدامه السيلز على سواء على ارض الواقع الاكشوال او في التوقعات بتاعه الفوركاستنج. طيب لو عندنا اكتر من اثنين فاكتور، او عندي اسف اثنين فاكتور، تعال بص كده، ده مثل تاني برضو بيتكلم من سنه 20 لسنه مثلا 25. ادي السيلز فورس تيم احنا رمزنا لها باكس 1 اللي ده الفاكتور الاولاني، ده الفاكتور الاولاني. هنا كان عندي 30 مندوب، 35 33 50 65 وهكذا. طب البادجت ده فاكتور تاني مهم، البادجت انا حطيت هنا كفاكتور بحيث ان انا عندي الفاكتور عدد المندوبين وصرفت عليهم قد ايه.
في اول سنه كان عندي 30 مندوب، صرفت عليهم 10,000 جنيه مثلا بادجيتنج كماركتنج، يعني باعوا لي 100 يونت. جيت السنه اللي بعديها 35، صرفت عليهم 12 باعوا لي 105. 33 صرفت عليهم 12 باعوا لي 105. طيب نفترض بقى ان سنه 25 انا عايز ازود العدد دوت، انا هخليهم برضو مثلا نفترض 90 ميديكال ريب، اصرف عليهم كام؟ اصرف عليهم مثلا 40,000. تمام. طيب البيع هيبقى كام؟ السيلز المتوقع في الكونديشن ديت اللي هو انا عملت فيها ايه، زودت عدد السيلز فورس تيم بتاعي والبادجت غيرته، زودته برضو بدل ما كان السنه اللي قبليها على طول 25 بقى 40,000. تعالى كده نشوف السيلز هنا المتوقعه ايه. هستعمل انا اكويشن اسمها ترينت، وبرضو هفتح الخوص بتاعي. بص هنا مديك ايه، مديك هنا نون وايز اللي هم دول، بعد كده احط الفاصله، بيقول لك نون اكسس. نون اكسس اللي هم مين؟ اللي هم دول سيادتك، كل دول ان هم دول بالفعل حصلوا، دول على ارض الواقع. اوكي، يبقى دول النون اكسس، برضو بتحط فاصله. وبعد كده بيقول لك ايه، نيو اكسس، دول الكونديشنز الجديده اللي هو ايه، اللي هم 90 مندوب عندك مثلا وتصرف عليهم 40,000. فبتاخد العلامه دي قدامك، برضو بتاخد تاكتف الاثنين، وحضرتك بتقفل القوس، تدوس انتر. بص هنا بقى توقع لك ايه، توقع لك انك ممكن تبيع 193 يونت. زي ما حضرتك شايف العملية سهلة جدا جدا، سواء على مستوى الريجريشن او على مستوى الترند. يبقى مرة تانية نفترض ان انا غير الكونديشن، نفترض ان انا اخليهم 70 فقط واصرف عليهم ال 40,000. اتوقع ان انا ابيع 177. طب نفترض ان هم 70 سيلز فورس تيم بتاعي واصرف عليهم فقط هي ال 25,000 بتاعت السنة اللي قبليها مثلا. تمام. بص توقع لك كام، توقع لك انك فقط هتبيع 154. ده بناء على ايه؟ بناء على المعطيات السابقه، لما كان عندك عدد مندوبين معينين وصرفت عليهم رقم معين كبادجت ادوني سيلز كذا، وهكذا في بقيه السنين ككونديشن اللي مشي عليها في الايكويشن بتاعته. اتمنى تكون الدنيا سهله، عايز حضرتك بس تعمل براكتس بسيط، اعمل يعني اتعود عليها. شوف برضو على فكره عندك في الاكسل في اكتر من يعني المعادلة تقدر تستعملها، ده مجرد جبت لك الريجريشن والترند، انما عندك اكتر من فورمولا تقدر تستعملها في مجال الفوركاستنج بتفاصيل بقى مختلفة، حتى اللي احنا درسناه قبل كده في التايم سيريس موديل اللي هي الويتد موفينج افريج واللي هي السيمبل موفينج افريج وحتى الاكسبوننشال سموثينج، كلها ليها زي ما قلت لحضرتك ايه فورمولا تقدر تشتغل عليها. ايه اهميه الفوركاست؟ الفوركاست زي ما قلت لك هو عامل مهم جدا جدا. الفوركاست دوت نقدر نعتبره ان هو البيز بتاع اول الديسيجن ميكنج، ان انا اعمل قرار مبني على الفوركاستنج بشكل كبير جدا جدا. انا متوقع ان انا هبيع كام، وبالتالي قيس بقى كده البرودكشن هيكون شكله ايه، السيلز فورس تيم هيكون شكله ايه، عايز اعمل بادجيتنج قد ايه، عايز احدد الميزانيه مثلا بتاع الماركتنج والمصاريف، طيب هروح فين في التولز المتعدده في الادفيرتايزنج، حاجات كتيره جدا جدا بتتحدد بتحديد الفوركاست. هيلب ديفاين البادجت، بيساعد كمان في البرودكشن بلاننج، عمليه البرودكشن وان انا ما احطش ستوك كبير مش مخزون يبقى عندي كبير، وبالتالي بيأثر على الكاش فلو، او ان انا بعمل كميات قليله فلو جت لي طلبيه كبيره من مكان معين ما اعرفش اتصرف ولا، محتاجه توازن. بروفايد بيزز برضو لعمليه المونيتورنج، انسر وات اف سيناريو، لو حصل ايه انا هعمل ايه. دي كلها زي ما قلت لحضرتك امور متعلقه بالفوركاستنج. الفوركاستنج لو اتكلمنا عنه، الفوركاستنج بتتدخل في قرارات الماركتنج، المانجمنت، الاتش ار، الاتش ار حتى، لان الاتش ار انت معتمد انك عايز تجيب ناس معينه بعدد معين بسكيلز معينه وتعمل لهم امبروفمنت بشكل معين، كل ده معتمد على حاجات كتير من ضمنها عامل الفوركاستنج، فاينانس، بادجيتنج، البرشيزنج، محتاج تشتري مواد اوليه سورسز عندك عشان تدخلها في عمليه البرودكشن، فانت محتاج تتعامل مع الموردين، المانيفاكتشرنج عمليه التصنيع وحجم المصنع بتاعك مثلا، الفاسيلتيز اللي انت بتتعامل معاها، الاوبريشن بروسيس، الار ان دي، الار ان دي هل بيساعدك ولا لا. كل دي زي ما حضرتك شايف كده كلها فاكتورز بتتاثر بشكل كبير
عامل الفوركاستنج، وبالتالي الفوركاستنج واحد من أهم النقاط اللي حضرتك ممكن تتخيلها في اتخاذ القرارات داخل أي organization. لو اتكلمنا على الديفينيشن، الفوركاستنج هو عبارة عن process of predicting الفيوتشر ايفنت. طبعا المستقبل بإيد ربنا وبأمر الله، بس الفكرة إنك بتاخد بالأسباب. أنت دلوقتي عندك الباست، عندك الحاضر current situation، وبعد كده عندك الفيوتشر. الفيوتشر ده معتمد على إيه؟ معتمد على الرؤية بتاعت حضرتك، معتمد على الباست ايفنتس اللي حصل. الموست كومن فوركاست بيكون ايه؟ بيكون غالبا على السيلز، على الماركت شير اللي ممكن تاخده، البروفيت اللي ممكن تكسبها، عمليات البرودكشن، الانتاج، الاتش ار، الفاينانشال ريسورسز، التكنولوجي تشينج اللي ممكن يحصل في النشاط اللي حضرتك بتشتغل فيه، مجال الاندستري اللي انت بتشتغل فيه، التغيرات اللي ممكن جوهريه ممكن تاثر على الترند اللي موجود دلوقتي، الظروف الاقتصاديه الايكونوميك كونديشن، وال افترض ان عندك الامور مستقره في البلد اللي انت فيها. طب نفترض الاكسشينج ريت بيحصل فيه تذبذبات، طيب انت فين وتتوقع ايه؟ موضوع البرودكشن، موضوع الريسورسز بتاعتك، كل دي حاجات طبعا فاكتورز كتير بتتاثر، فانت محتاج انك تعمل لها بريدكشن قدر الامكان. نقطه بقى مهمه جدا جدا، الفوركاستنج سايكل. ازاي انا بعمل الفوركاستنج؟ رقم واحد، حضرتك دلوقتي اهو طلب منك انك تعمل فوركاستنج لبرودكت معين خلال مثلا الثلاث او الاربع او الخمس سنين الجايه. انت بتعمل ايه؟ رقم واحد، انت بتعمل اسسمنت للماركت انفايرمنت. انت بتشوف حجم الماركت اللي انت عايز تشتغل فيه، بتشوف ماركت بوتنشال، الماركت رايح فين، هل في جروس بوزيتيف ولا في نيجاتيف جروس، هل في بلايرز الناس اللي بتشتغل في الماركت دوت اللي هم الكومبيتيتورز بتوعك، البيهيفير بتاعهم شكله ايه. فانت ايه زي ما قلت كده حاجه قريب من السيتويشن اناليسز لما كنا بنتكلم، انت بتعمل استيميشن للماركت بوتنشال، بتشوف الماركت فوركاست، الماركت نفسه از ماركت از توتال. برضو انا مضرب مثلا، نفترض ان حضرتك شغال في مجال العربيات، انت عندك معرض عربيات، فانت بتقيس كده حجم الماركت والفوركاست بتاعك. انت متوقع العربيات السنه دي كانت كام، السنه اللي فاتت مبيعاتها كانت كام، معدل الجروس سواء بالبوزيتيف او نيجاتيف، طيب معدل عربيات مثلا الامريكيه، اليابانيه، الاوروبيه، الصينيه، الكوريه. انت بتشوف، بتبتدي زي ما تحرك تحدد كده اتجاهات معينه. بعد كده بتعمل استيميشن للسيلز بوتنشال بتاعه البرودكت بتاعك اللي انت شغال عليه. انت بتعمل استيميشن بناء على ايه؟ بناء على المعطيات اللي كانت موجوده، حجمك من الماركت، الماركت شير اللي انت كنت واخده، حجم الجروس شكله ايه، ممكن البادجت اللي انت هتحطه في الماركتنج عشان تعمل ريكروتمنت للكاستمر بتاعك، وهكذا. نقطة بقى مهمة جدا جدا، انت دلوقتي حطيت الفوركاست بتاعك المبدئي، كويس؟ طيب حطيت الفوركاست بتاعك، انا عندي فوركاست وعندي اوبجكتيف، خلي بالك يمكن هنا في معنيين مختلفين شوية. فوركاست انا مجرد ايه؟ ارقام حطيتها نتيجة حسابات معينة زي ما هنشوف يعني الطرق بتاعتها بعد شوية. وفي نفس الوقت ممكن يكون الإدارة بتاعت حضرتك اللي انت شغال فيها عندهم فيجن معينة، عندهم تصور تاني. يعني افترض الحسابات انت هتاخد ماركت شير مثلا 10%، لكن البورد عند حضرتك عنده اوبجكتيف ان هو يوصل ل 20% ماركت شير، او انت متوقع ان انت تبيع مثلا نفترض مليون يونت. طيب البورد عند حضرتك عنده تصور ان هو يوصل ل3 مليون مثلا. طب هنوصل ازاي للخط دي؟ ازاي اوفق ما بين ده وما بين ده؟ ده هنا بقى استراتيجيك ثينكينج، محتاج ان ريسينك ماركتنج استراتيجي. انا ازاي اوصل للاوبجكتيف اللي ممكن يكون مختلف بعض الشيء عن هنا. انا مش حافظ، عارف انت الفرق ما بين واحد حافظ وواحد فاهم. مش معنى ان الفوركاست تطلع لك بالشكل الفلاني ان خلاص ده اللي هتحطه، لا، انت قول حضرتك بتحط كذا عامل في الاعتبار. ادي الفوركاست اللي انا متوقعه بالطرق اللي هنشوفها بعد شويه، الطرق الحسابيه، وادي الاوبجكتيف بتاع الكمباني عايزه تعمل مثلا بريك ثرو ستيب، كويس؟ عايزه تضخ استثمارات كبيره، فمش هينفع ان انا احط الفوركاست المعتاد بالطريقه العاديه، لا، ده انا محتاج ان انا اغير المايند سيت بتاعي على اساس ان انا اشوف فاكتورز اخرى ممكن تاثر على الفوركاست. ومرة تانية، الفوركاست مش حاجة استيبل، لا، ده بيخضع لعوامل معينة على حسب طموح الشركة، على حسب وضعية الكمبيوتر، الانفايرومنت اللي انت فيها. يبقى نقطة مهمة جدا جدا، اوعى توقف دماغك عند الحساب
اللي هو طريقة الحافظ مش اللي فاهم، لازم تعمل نوع من انواع المانيبيوليشن المانوفر في الفوركاست والمايند بتاع حضرتك، تعتمد على الحسابات كنوع من انواع طبعا التقدير المبدئي، لكن انت عندك الانتويشن وعندك الفاكتورز الاخرى اللي لازم تتحط في الاعتبار. واخر خطوه خالص انت بتعمل استابليشمنت للتكتيك والبادجت اللي بتتماشى مع الرؤيه الاخيره اللي حصلت، اللي هو المزج ما بين الفوركاست وما بين الاوبجكتيفز الكومباني حطها. يعني زي ما انت بتحسب فوركاست بتحسب الاوبجكتيف، بجمع الاثنين مع بعض وبطلع برؤيه انا متوقع ان انا امشي في الاتجاه الفلاني، اللي محتاج ان انا احط لها استراتيجي معينه، احط لها تكتيك معين، احط لها بادجت معين. وطبعا موضوع البادجت ده موضوع مهم جدا جدا في نفس اهميه الفوركاست والامبلمنتيشن. دايما بقول دي يمكن الثلاث نقاط الخطيره جدا والكريتيكال في اي ماركتنج. الفوركاستنج تكنيك، احنا عندنا اكتر من تكنيك، عند حضرتك حاجه زي الكواليتيتيف ابروتش. الكواليتيتيف ابروتش عندنا مثلا حاجه زي الديلفي ميثود. الديلفي ميثود حقيقي يعني واحده من العناصر المهمه اللي انا ممكن الجأ لها في حاله ان مفيش عندي مثلا داتا، او الداتا مش كامله، او البرودكت ده كونسبت جديد نازل في المنتج. الديلفي ميثود هنا بتعتمد على الاكسبرت سبجكتيف ريتنج، بمعنى ان انا باخد الخبره بتاعه الناس الاكسبرت في هذا المجال، اللي احنا بورد مثلا او الناس اللي شغاله في الادارات العليا، المديرين الكبار يعني، ومنتج نازل لنا جديد وكونسبت مختلف، فاحنا بنعمل حاجه زي بنش ماركينج، بنشوف كده الماركت اللي حوالينا الحاجات الشبيهه لما نزلت كانت باعت ازاي. فزي ما قلت لك باخد نوع من انواع اصحاب الخبره، بنقعد مع بعض بنقول ارائنا، بنعمل برين ستورمنج، ومن خلال البرين ستورمنج دوت بنقدر نقول والله كمايل ستون كده احنا ممكن خلال السنه دي مثلا في المنتج الجديد ده والله ممكن يبيع مثلا نفترض يعني 100,000 يونت مثلا، يعني قد تنجح قد تفشل. الموضوع زي ما قلت لك معتمد على الانتويشن وعلى مجال الخبره. في يمكن عندنا في مجال الدواء بنتكلم مثلا على حاجه زي الاي ام اس بنش ماركينج، ان حضرتك نازل بكونسبت جديد او منتج جديد، فانت بتشوف الكاتيجوري اللي انت شغال فيه، نفترض انه دواء جديد للدايبيتس مثلا، فانت بتشوف حجم الماركت في مصر شكله ايه، الماركت شير المتقسم ازاي ما بين المولكيولز، الشركات اللي كان ليها تجربه قبل كده سابقه نزلت بكونسبت جديد باعت قد ايه في اول سنه وثاني سنه وثالث سنه، عدد البيشنت، الجروس ريت بتاع ظهور المرض في البوبوليشن ديت. فكل دي امور بتتاخد على اساس ان انا ابتدي بقى ايه اشوف كده الدلفي ميثود، الخبره، اراء الناس اصحاب الخبره ممكن يديني فكرة. طيب في عندنا طريقة تانية ككواليتيتيف ابروتش، اللي هو انت ما عندكش، ما فيش طريقة حسابية، يعني الموضوع مش معتمد هنا على الارقام، ده معتمد على عوامل اخرى. فالماركتنج ريسيرش والاناليسز، طبعا الماركتنج ريسيرش من الحاجات المهمة جدا جدا اللي ممكن تساعدني ان انا اعرف مثلا بالاوبزرفيشن، انا بشوف العملاء بيتصرفوا ازاي في منتج جديد. نفترض ان انا نزل لي مثلا شوكولاتة براند جديد، وبراند نفترض مثلا هو بكواليتي عالمية، فحضرتك بتعمل observation، بتتعرف من الديستريبيترز بيبيعوا قد ايه، ممكن تدخل محلات بقى زي الاماكن المعروفة المولات الكبيرة وتشوف كده حركة البيع في الانواع المشابهة بردي مثلا، وبتشوف بقى بتعمل عملية حسابية، بتشوف عدد المولات او الديستريبيتر دور اللي ممكن بيبيعوا في المدينة ديت، وبعد كده تبتدي تعمل يعني تنظير بقى، او بتعكس الارقام ديت على بقيه الاماكن. دي ممكن تكون طريقه. في طريقه الكاستمر سيرفي، انك بتاخد اراء الكاستمر، لكن الموضوع ممكن يكون فيه بايز. ممكن طريقه ثانيه السيلز فورس تيم، انك بتجيب الموضوع بقى تحت من عارف انت الهرم، بتسال السيلز فورس تيم اللي عندك، وبالذات لو ناس اصحاب خبره، تتوقع كام تبيع عندك في المنتج في الاريا بتاعت حضرتك، تبتدي تاخد ارائهم وتجمع بقى كل الفوركاست واحد واحد ورا، يعني مثلا سيلز ريب بسيلز ريب، لغايه لما تشوف كده التوتال بتاع الارقام الناس ديت هل متماشي مع الرؤيه بتاعتك ولا لا. دي طريقه. في طريقه ثانيه معتمده على الهيستوريكال انالوج، بمعنى انك بتشوف السيميلر برودكت عملوا ايه لما نزلوا، وبتشوف هنا خلي بالك مش بس البرودكت، انت بتشوف كمان ظروف الكامباني بتاعتهم هل تتماثل معاك ولا لا، الريسورسز قريبه، السيلز فورس تيم حجم واحد، البادجت بتاع الماركتنج. فانت بتعمل هنا بالقياس، بتشوف المنتجات الشبيهه والشركات الشبيهه لما نزلت منتجات قريبه من عندك عملت ايه في المبيعات على ارض الواقع الاكشوال. يعني برضو من خلال الديستريبيتورز الموزعين تقدر تاخد فكره انت ممكن تبيع كام، عندهم طبعا منتجات شبيهه،
فانت بتعرف من الاوتلتس من خلاله يعني الديستريبيوتر ده والموزعين المبيعات كان شكلها ايه وحجمها ايه. وطبعا ده بيحتاج ريليشن علاقات قويه مع الديستريبيوتر. ومره ثانيه عندنا الكواليتيتيف ابروتش، دي مش معتمد على العمليات الحسابيه او الارقام، معتمد على الخبره، معتمد على الاوبزرفيشن، معتمد على البنش ماركينج اللي هي القياس لحالات شبيهه. طيب دي طريقه، لكن في طريقه ثانيه يمكن اكثر بقى دقه، بنتكلم هنا على الكوانتيتيف ابروتش. كوانتيتيف يعني ايه؟ يعني مرتبط بارقام، مرتبط بفاكت، مرتبط بحاجه على ارض الواقع، بريبورت اتعملت. فاحنا عندنا حاجه زي الكوانتيتيف ابروتش، عندنا يمكن طريقتين اساسيتين. الطريقه الاولانيه بنسميها التايم سيريس موديل. التايم سيريس موديل معتمد على فاكتور واحد اللي هو التايم، تايم والجروس. بمعنى انا بايع السنه اللي فاتت 100,000 يونت، السنه اللي قبليها بايع 90,000 يونت، السنه اللي قبليها مثلا 80,000 يونت، فانا ماشي بمعدل شبه ثابت، بزيد كده بجروس ريت معين. فانا بتوقع السنه دي ان هي يعني ممكن تديني رقم في حدود مثلا 110 فوق او تحت يعني. فدي طريقه. فالتايم سيريس موديل دي معتمد على فاكتور التايم، بتعتمد ان الدنيا ستيبل، الفاكتورز ثابته، مفيش تغيرات دراماتيكيه ضخمه يعني. التايم سيريس موديل عندنا منها بيتفرع منها اكتر من طريقه. في السيمبل موفينج افريج، مجرد ان انا بجيب المتوسطات وبشوف السنه دي ممكن تبقى كام، هنتعرف يمكن عليها قدام بشكل تفصيلي. في الويتد موفينج افريج، دي تتناسب مع الادويه اللي فيها سيزوناليتي او منتجات، اقصد مش ادويه بس، معلش بقى انا صيدلي وفارماسيوتيكال طبعا احيانا بتغلب على الواحد. فالويتد موفينج افريج زي ما قلت لحضرتك بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ان انا بدي ويت معين لمثلا اقرب الشهور او اقرب السنين، لو انا عايز احسب السنه دي او عايز احسب الشهر اللي انا هجيبه السنة دي، بشوف كده بدي ويت اعلى لاقرب مده. او لو سيزوناليتي، منتجات مثلا بتتباع في الشتاء فقط، بس مواسم وهكذا، هنتعرف برضو عليها بشكل تفصيلي قدام. في عندنا الاكسبوننشال سموثنج، دي طريقه بتعتمد على معادله حسابيه فيها بعض الفاكتورز الاساسيه، اهمها يمكن المبيعات بتاعت اللاست فوركاست، الفوركاست بتاع المره دي، بنحطها في ايكويشنز كده ونبتدي نتعرف على الرقم اللي ممكن يجي فوركاست مبدئي. وبرضه معتمد على التايم سيريس موديل زي ما قلت لحضرتك، معتمد على فاكتور التايم. في بقى واحده من اهم الطرق الكوانتيتيف ابروتش، ودي طبعا ده يمكن بقى الطريقه اللي عايز اقول لحضرتك دي، بنتكلم بقى الكلام الحقيقي، الكلام اللي بجد اللي ممكن ايه ياكل عيش يعني. فالريجريشن اناليسيس او التريند موديلز، دي واحده من اهم الطرق اللي هنتعلمها مع بعض. الريجريشن اناليسيس الترجمه بتاعتها الانحدار، ارتباط حاجة بحاجة تانية. يعني على سبيل المثال، أنا السنة اللي فاتت بايع 100,000 يونت في المنتج بتاعي، وكان السيلز فورس تيم بتاعي مثلا نفترض 50 واحد. السنة اللي قبليها كنت بايع مثلا 80,000 يونت، وكان عندي 30 سيلز فورس تيم، المندوبين البيع مثلا يعني. فأنت عندك هنا أكتر من فاكتور، عندك فاكتور الأوتكمز اللي هو المحصلة النهائية في البيع، وعندك بيعتمد على فاكتور تاني مهم اللي هو عدد السيلز فورس تيم، عدد الناس اللي كانوا شغالين في مجال السيل. فانت عندك هنا عدد السيلز فورس تيم قد يكون ليه دور كبير، وبالتالي لو العلاقه لينير، يعني علاقه ما بين سبب واحد ومسبب فيه، او ديبندنت والاندبندنت فاريبل، فانت هنا في عندنا ايكويشنز بنقدر نطبق عليها بتفيدنا جدا جدا. على افتراض ان مثلا انا ضربت مثلا موضوع سيلز فورس تيم، طب ممكن اضرب مثلا بحاجه زي مثلا البادجت بتاع الماركتنج. انا صرفت 50,000 بعت 100,000 يونت، السنه اللي قبلها صرفت 30,000 بعت مثلا 90,000 يونت. طب انا لو السنه دي صرفت 75,000 المبيعات ممكن تكون ازاي؟ دي بنقدر نحطها زي ما قلت لحضراتكم في عمليات حسابيه واحصائيه، بتقدر تطلع منها بريزلت، فدي بتساعدنا جدا جدا ومهمه جدا حي العلاقه ديت يعني. الاكثر كريديبيليتي منها اللي احنا بنسميها المالتيبل فاريبل او المالتيبل ريجريشن. انا هنا عندي اكتر من فاكتور بقى. دلوقتي انا ضربت مثل بموضوع البادجت والسيلز فورس تيم، ادوني رقم معين. طيب نفترض بقى الاثنين فاكتورز احطهم في حساباتي. بمعنى السنه اللي فاتت انا بعت 100,000 يونت، كان عدد السيلز فورس تيم عندي 50، والبادجت اللي صرفته مثلا 100,000 جنيه، كويس. طب السنة اللي قبليها أنا بعت 80,000 يونت، وكان عدد السيلز فورس تيم مثلا عندي 30 واحد، والبادجت اللي صرفته 40,000 جنيه مثلا. عندك هنا اتنين فاكتورز مهمين داخلين في عملية الحسابات.
فهنا الكريديبيليتي بتكون اعلى، المصداقيه اعلى، ويمكن دي الطريقه اللي عايزكم تتعلموها، اعتقد دي هتطبقوها ان شاء الله بشكل كبير بشكل عملي في الفوركاستنج تكنيك زي ما هنتعرف عليها باذن الله. بعض النقاط المهمه اللي لازم اكون عارفها وانا بتكلم على الفوركاستنج، رقم واحد ان الفوركاستنج للاسف ما بيجيش 100% بيرفكت، يعني صعب ان انا اقول انا ابيع 100000 يونت هيجوا 100000 يونت، لا ممكن يبقى فيه بلس وماينس 5% مثلا او 10% لو الظروف يعني ثابته، الفاكتورز كلها ثابته، لان الفوركاستنج تكنيك بتعتمد على ان يعني اسيوم ستابيليتي في عمليات الايه السيستم والفاكتورز كلها ثابته. فطبعا ده ما بيحصلش على ارض الواقع، لازم يكون في ظروف متغيره في الماركت، وبالتالي زي ما قلت لك صعب ان يبقى فيه 100%. المانجمنت برضو شود كونسيدر وات از كولد ديفرنت فوركاستنج سيناريو، بمعنى ان في بنحط الافريج فوركاستنج، بنحط الاوبتيمستيك سيناريو، بنحط البسيمستيك سيناريو، بمعنى ان انا بحط الرقم اللي انا متوقعه كفوركاستنج لكن في بلس وماينس نتيجه بعض الظروف اللي ممكن تحصل واللي احنا ممكن نسميها حالا وات اف، لو حصل كذا ايه اللي ممكن. ممكن طبعا بعض الامور الايجابيه اللي تحصل تكون في الصالح بتاعي، او لا قدر الله العكس. الفوركاستنج بنعتمد على طبعا يمكن بشكل اساسي على التايم سيريس موديل، ويمكن قلت لحضراتكم ان هي بتعتمد على فاكتور التايمينج بس، ان الظروف ثابته تمام، واللي بيتغير هو التايمينج والجروس، طبعا الجروس ريت بتاع الكاتيجوري اللي حضرتك بتشتغل فيه او الاندستري اللي حضرتك بتشتغل. الريجريشن هنا ديبندنت فاكتورز واندبندنت فاكتورز، بمعنى ان انا عندي الاوتكمز معتمد على فاكتورز معين، نفترض مثلا عندنا زي السيلز فورس تيم حجمه بيتغير من سنه لسنه، فهنا ده هيأثر على حجم المبيعات. ممكن فاكتور واحد تاني زي البادجيتنج مثلا او ما شابه. لكن عندنا المالتيبل ريجريشن او الترند، اسلوب الترند دوت يمكن بيعتمد بشكل اساسي على اكتر من فاكتورز، يمكن ده اللي انا بعتبره على ارض الواقع هو الاقرب يعني الحقيقي. يعني عندنا كمان البنش ماركينج والانتويشن. انتويشن يعني حدث هنا بالسين. الفكره ان انا بعتمد على اراء اصحاب الخبرات، الناس اصحاب الخبره اللي ممكن يساعدوني، الاكسبرتيز دول نتيجه خبراتهم الكبيره في الماركت ممكن يديني انديكيتور عن حجم الفوركاست هنا لو بنزل منتج جديد او كونسبت جديد لمنتج مختلف. طبعا يمكن اتكلمت على موضوع السيناريو، قلت لحضرتك في عندنا السيناريو بلاننج اوف فوركاست، عندنا الافريج اسامبشن، وفي الاوبتيمستيك اسامبشن، وفي البسيمستيك اسامبشن. ويمكن بعتبرها ان انا لما بحط في فوركاست نفترض مثلا مليون يونت هبيعها خلال السنه كفوليوم يعني، فلازم احط نسبه 5% بلس او ماينس، ممكن تحصل ظروف ما، ده في حاله ان الدنيا عاديه يعني الفاكتورز الطبيعيه اللي ممكن تتغير. لكن لو حاجه بقى هيوج تغيير دراماتيكي ممكن طبعا يأثر على الرقم بأكتر من كده شوية. نتكلم على الفاكتورز اللي بتأثر على عملية الفوركاستنج. احنا عندنا أكتر من فاكتور لازم يتحط في بالي وأنا بحط الفوركاستنج. اتكلمنا على الاستراتيجيك فيجن والأوبجيكتيف بتاع الكامباني، دي نقطة مهمة جدا جدا لازم تحط في الاعتبار. انت بس مش بتعتمد على عمليات حسابية، لا انت بتشوف الريسورسز والإمكانيات للكامباني اللي انت فيها اللي ممكن تغير من الفوركاست. يعني على سبيل المثال شركة بايعة في سنة مثلا 900,000 يونت، السنة اللي بعديها مليون يونت، فانت ممكن تفترض ان السنة اللي بعديها مثلا ممكن تبيع 1,100,000 ولا 1,200,000. في الحقيقة ممكن ظروف تانية نتيجة بقى تغير الإدارة على سبيل المثال، تغير مثلا ضخ بادجت أكبر في الماركتينج أو في السيلز فورس تيم بزوده أو مشابه، ممكن الرقم ده يبقى 2,000,000 و3,000,000 مثلا يعني. فنشوف كده الفاكتورز، احنا بنتكلم على حاجة زي البرودكت لايف سايكل. انا المفروض ان عندي البرودكت، اي برودكت في الدنيا بيكون ليه دوره حياه زي الانسان، فعندنا الانترودكشن، عندنا الجروس فيز، عندنا الماتوريتي فيز، عندنا الديكلاين فيز. بيختلف هنا البرودكت على حسب رؤيتي له، نفترض ان هو ده كان في الجروس فيز، فالجروس فيز هنا بيبقى درجه النمو بتكون عاليه. طب لو دخل في الماتوريتي لا، ممكن تكون في ستيدي ستيت، حاجه يعني حاله اقرب للثبات. طبعا كل شركه وشطارتها وقدرتها انها تعمل بوزيشننج بشكل مظبوط يعني. فانت عندك البرودكت لايف سايكل دوت فاكتور، عندك السيزوناليتي بتاعه الماركت، ممكن يكون البرودكت بيتاثر بحاجه زي مثلا الصيف والشتاء، حاجه زي المواسم زي ما انا ذكرت قبل كده، وبالتالي لازم احط فوركاست يتناسب مع الموضوع دوت. عندنا مثلا ادويه تشتغل في الشتاء، ادويه البرد والكحه وما شابه، نفترض ان حضرتك عندك في الصيف مثلا متوسط البيع الشهري 100,000 يونت،
طيب 100,000 100,000 100,000، دخلت انت بقى في فترة الشتاء، هل هتحط 100,000؟ لا، انت ممكن تحط مليون مثلا. فهنا الفاكتورز دي مهمة، عشان كده عندنا حاجة زي الويتد موفينج افريج هنتكلم عنها ان شاء الله، بتحط ويت معين لشهور معينة او سنين معينة. البادجيتنج مهم جدا جدا، البادجيتنج في الفوركاستنج، لان في علاقة طبعا ما بين الصرف، وانا هنا بتكلم على الصرف بشكل بقى ايه، صرف فيه راشونال في مكانه الصحيح، اختار التولز اللي ممكن توصل رسالتي للكاستمر. فلو انت صرفت بشكل صح بشكل صحيح وتعلمت من اخطائك، لما بتزود البادجت من المفترض ان انت بتوصل للكاستمر بتاعك بشكل اكبر طبعا، لكن مش على طول الدنيا كده يعني. لكن احنا بنتكلم على افتراض يعني اغلب الظروف. السيلز فورس تيم، لما انت بتزود السيلز فورس تيم برضه الى حد معين، الموضوع مش اضطراري يعني، لما توصل للاوبتيمم نمبر في السيلز فورس تيم او الاوبتيمم يعني بادجت في الموضوع الصرف، فانت هنا بتعلي طبعا القدره على انك تزود الفوركاست بتاعك، وخصوصا لما بتتعامل مع الكومبيتيتور بشكل سليم. الكومباني اوبجيكتيف والكومباني فيجن من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. زي ما قلت لك عندك حسابات كتير لطريقه حساب الفوركاست يعني، لكن الكومباني فيجن، الكومباني ريسورسز، قدرتها على التعامل في الماركت، قدرتها على انها تزرع كونسبت بشكل ما في الماركت، قدرتها على انها كاونتر اكت الكومبيتيتور بتوعها، دي كلها امور زي ما قلت لك بتتحط في الاعتبار، تبقى في فاين تيونينج وانا بحط الفوركاستنج بلان بتاعي. الكومبيتيشن طبعا دي واحده من اهم العناصر اللي انا احطها في اعتباري وانا بتكلم على الفوركاستنج، لان هنا الماركت شير بيلعب دور كبير. انا متوقع ان انا اخد ماركت شير كام على حسب الريسورسز بتاعتي، على حسب حجم السيلز فورس تيم، على حاجه على حسب البادجت، وعلى حسب الايمج اللي انا بكونها للكمباني. فهنا الكومبيتيشن بتلعب دور كبير جدا في عمليه تكوين الفوركاستنج بشكل مظبوط. لو اتكلمنا على يعني بعد تاني، بنتكلم على الفوركاستنج تايم هوريزونز، هنا بنتكلم على الرينج بتاع التايم او الديوريشن. فعندنا مثلا الرينج فوركاست بيكون مده قصيره، ده بيكون اقل مثلا من 3 شهور. يمكن اشهر العمليات اللي محتاجه نعمل لها فوركاست على مستوى يعني شورت تيرم، بتتكلم على البرشيزنج. انت عندك البرودكشن بيعتمد على البرشيزنج من السبلايرز، طيب انا محتاج ان انا اكفي على الاقل من 3 شهور ل 6 شهور او سنه. جوب سكادولينج، الورك فورس ليفل، الجوب اساينمنت، البرودكشن ليفل، كل دي امور محتاجه ان انا اعمل لها دايما شورت رينج فوركاست. في عندنا الميديم رينج فوركاست، ده ممكن يمتد من 3 شهور الى 3 سنين، زي السيلز، زي البرودكشن بلاننج، زي موضوع البادجيتنج، كل دي امور انا طبعا محتاج ان انا بحط لها الميديم رينج فوركاست. يمكن السيلز طبعا والبرودكشن من الحاجات المهمه جدا جدا، لازم طبعا انا ببص لها نظره استراتيجيه. في عندنا اللونج رينج فوركاست، اكتر مثلا من 3 سنين، بتتكلم بقى على نيو برودكت بلاننج، فاسيليتي لوكيشن، سيرش اند ديفلوبمنت، الار اند دي. دي بقى امور كلها مرتبطه بالفيوتشر. فنفترض ان انا عايز اعمل لونش لبرودكت جديد او بدخله في الار اند دي، لازم هنا بشوف طبعا احتياجات الماركت، بشوف السيجمنت بتاعي عنده القدره الاستيعابيه ان انا احط فيه المنتج دوت ولا لا، هل هو ادراكت بالنسبه لي السيجمنت او الماركت دوت لما اصرف عليه. نفترض ان عايز اعمل فاسيليتي لوكيشن، هتبني مصنع بامكانيات معينه، لا انت محتاج بقى تحط ايه نظره مستقبليه على الكباسيتي بتاعته. نفترض ان انا طموحي دلوقتي ابيع مثلا 100,000 يونت، طيب انا ممكن بعد 10 سنين ابيع 10 مليون مثلا. فالفكره ان انا لازم احط طبعا الاعتبارات دي في بالي وانا بعمل فوركاست على مدى طويل. من طريقه بنتكلم اولا على طريقه الكواليتاتيف التكنيك، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على طريقه بستعملها الكواليتاتيف لما بيكون عندي داتا محدوده، ما عنديش داتا كتيره، دي ممكن قد تكون طريقه. ممكن استعملها لما يكون عندي نيو برودكت، ممكن استعملها لما يكون عندي نيو تكنولوجي، يعني انا نازل بكونسبت جديد او تكنولوجي جديده. وفي كمان اعتمادها يمكن بشكل اساسي على الجادجمنتال، سواء بالانتويشن او بالاكسبيرينس، بعتمد على اراء ناس اصحاب الخبره. فزي ما حضرتك شايف الكواليتاتيف بتعتمد بشكل اساسي على ان انا بعتمد على الانتويشن، على اصحاب الخبرات، مش اي حد هيفيدني في النقطه ديت، لازم يكون زي ما قلت لحضرتك حد ممارس في المجال دوت بقاله فتره، عنده فكره عن الماركت والترند بتاع الكاستمر،
هستفيد بشكل اساسي مع الكواليتيتيف لو عندي منتج جديد، لو عندي تكنولوجيا جديده، او لو المعلومات عندي مش متاحه. لكن الناحيه الثانيه لو بصينا على الكوانتيتيف ابروتش، بتلاقي حضرتك ان هي معتمده على ايه؟ معتمده ان السيتويشن بيكون ستيبل، بمعنى ان الفاكتور عندي بتكون ثابته، في عندي هيستوريكال داتا، عندي مثلا داتا لا تقل عن 3 أو 4 أو 5 سنين او اكتر من كده. طبعا كل ما زاد الوقت المتاح عندي او الداتا المتاحه في عدد من السنوات، كل ما هتزيد البريسيشن بتاعه الداتا اللي ممكن او الفوركاست اللي ممكن يعني كاوت كمز استفيد منه. الكوانتيتيف برضو ابروتش بتعتمد على اكزيستنج برودكت، بالفعل هي موجوده مش لسه لها بونش، يعني في تكنولوجي بتكون اوريدي مستعمله ومعروفه ليا وللكومبيتيتور، فالتكنولوجي بتكون كارنت. الكوانتيتيف ابروتش بتعتمد بشكل اساسي على طرق حسابيه واحصائيه، زي عندنا التايم سيريز موديل، وعندنا كمان الريجريشن زي ما احنا اتكلمنا فيهم قبل كده وهنشرحهم ان شاء الله بشكل تفصيلي. لو بصينا بشكل ديب اكتر، زي ما قلت لحضرتك الطريقه الكواليتيتيف بتعتمد على الجادجمنت، هي الجادجمنتال ابروتش، بتكون سبجكتيف، معتمد على الانتويشن زي ما اتكلمنا، اسيوم سمون نو ذا انسر، يعني بتفترض ان حد من الاكسبرتيز، ناس من اصحاب الخبره عندهم رؤيه، ممكن يبقى عارف بالتقريب على الاقل الدنيا ممكن تمشي ازاي، المنتج ده ممكن يبيع قد ايه، الكونسبت ده ممكن يكون اكسبتد عند البيبل، فهي معتمده زي ما اتحرك طريقه جادجمنتال. اكسبيرينس بيزد مي ريزلت ان بايز، ممكن يحصل نوع من انواع البايز، نتيجه طبعا ان الامور مش ما هياش فيرمد 100%، انت بتحاول تقرب بشكل ما من الحقيقه. Apply in long-range forecasting where technological and political factors play a role. When data is limited، زي ما اتكلمنا ان الداتا ممكن تكون عندي محدودة بشكل ما، زي product launch انت مش عارف ممكن يبيع ازاي، فانت ممكن تعتمد على البنشماركينج، ممكن تعتمد على انك بتبص على حد من الشركات يعني قريب من امكانياتك، الresources بتاعتك، عدد السيلز فورس تيم، البرودكت كان ليه concept قريب وهكذا. ده تكنيك ديبند على المجموعة من الاكزيكتيف سيلز فورس اوبينيون، يعني ممكن تعتمد على برضه موضوع السيلز فورس اوبينيون، الناس دول اللي معاك، التيم اللي معاك، ممكن زي ما قلت لحضرتك يجمع لك داتا بشكل ما، يعمل زي ماركت ريسيرش كده مبسط ويشوف الاكسبتنس عند العملاء اللي بيتعامل معاهم ممكن يبيع قد ايه، او لو في حد مشابه لينا برضه ممكن بيبيع قد ايه، فكل دي حاجات ممكن تقربك من الحقيقة. عندنا كمان الديلفي تكنيك، واحد طبعا من اهم الطرق في الموضوع دوت. الديلفي تكنيك يمكن بيعتمد بشكل اساسي انك بتجتمع مجموعه من اصحاب الخبرات او البورد مثلا او المانجيريال ليفل، كل واحد بيقول رايه، احيانا بيكون بشكل منفصل تماما، يعني كل واحد بيقول لك الفوركاست اللي هو متخيله في المنتج اللي هينزل للكامبل، بتجمع الاراء كلها وبعد كده بتعمل ميتنج، نعمل فيه زي سيرفي او كواتشينير، بنسال فيه مجموعه من الاسئله وبنقدم فيه الفوركاستنج اللي اتقدم من كل شخص، بيحصل نوع من انواع المناقشه والبرين ستورمنج، وبعد كده بنطلع بتصور واحد لينا كلنا از اجروب ان ممكن احنا نمشي في انهي اتجاه والفوركاست يكون متوقع باي شكل. في عندنا كمان طريقه السيناريو ميثود، انت هنا بقى بتحط بعض الفاكتورز، والفاكتورز دي بتوصلك لسيناريو معين، لو حصل كذا هيحصل كذا، عدد الناس اللي ممكن تستخدم المنتج، الكومبيتيتورز ممكن يكون ليهم اكشن معين، تقبل الناس للبرودكت، الريزيستنت اللي ممكن اقابله في الاول، الادابشن سايكل ممكن تمشي ازاي. فزي ما قلت لحضرتك دي كلها تصورات، واحيانا حتى بيتعمل نوع من انواع الريسيرش وبتعمل زي تيست، احيانا بنسميه البايلوت تيست، انك تجرب البرودكت نفسه مع مجموعه من العملاء او تشوف تصرفاتهم لو حطيته في متجر معين، وبتشوف هل هم هيروحوا يشتروه ولا لا، الاكسبتنس بتاعهم. فدي كلها زي ما قلت لحضرتك امور بتعتمد على ايه؟ على كواليتيتيف ابروتش، بمعنى ان انا ما عنديش داتا حسابيه اقدر اعتمد عليها او طرق احصائيه زي ما هنشوف في الطرق الاخرى. لو اتكلمنا على الطريقه الكوانتيتيف، عندنا طبعا الريجريشن، ويمكن قلت لكم من اهم الطرق، لان الريجريشن عندي فيه كوز وفي افكت، كوز وافكت، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، لو زودت البادجت، لو قللت البادجت، ده ممكن ياثر ازاي على السيلز، لو السيلز فورس تيم مثلا قللته زودته،
دي كلها فاكتورز ممكن تأثر على عملية البيع أو الفوليوم اللي اتباع. فهنا احنا بنعمل ايه؟ بريدكشن للسيلز. هنا بتعتمد على ان knowing one variable allow forecasting the other. وطبعا يمكن قلت لحضراتكم ان احنا عندنا كمان المالتيبل ريجريشن ميثود او التريند ميثود، دي بتعتمد على اكتر من فاكتور، ودي يمكن بالنسبه لي انا اكتر مصداقيه، واتمنى ان حضراتكم تطبقوها فعلا في مجال شغلكم عشان اقدر اعمل بريدكشن او فوركاستنج بشكل مظبوط. في عندنا كمان من الطرق الكوانتيتيف عندنا الكاونتنج او الكومبايلد. هنا بتعتمد على ايه؟ على الماركت ريسيرش، يعني بتعمل بحث تسويقي. ويمكن انا وعدتكم ان شاء الله ان هيكون في بروجرام كامل ان شاء الله هقدمه على ازاي اقدر اعمل ماركتنج ريسيرش بالتكنيك بتاعته المختلفه، على اساس ان انا اقدر استفيد في ان انا اخد قرار بشكل مظبوط. من ضمن القرارات دي موضوع الفوركاستنج. فهنا بتعمل كونسبت تيستينج او انتند تو باي سيرفي، بتجرب في الماركت نفسه، بتشوف البوتنشال كاستمر، بتعمل معاهم سيرفي، بتسالهم هل ممكن تشتروا المنتج الفلاني بالمواصفات الفلانيه، ممكن تعمل ريفير على منتج اوريدي موجود في الماركت وبتشوف رايهم فيه، مميزاته عيوبه، بيشتروه كم مره، الفاكتورز اللي بتخليهم او الموتيف اللي بتخليه يشتريه اكتر من مره وهكذا. فدي طبعا طرق احصائيه زي ما قلت لحضرتك. وفي عندنا التايم سيريس موديل او الاناليتيكال موديل، ده بيعتمد ان الفاكتور ثابته، في عندي هيستوريكال داتا كان بيوزد تو بريدكت الفيوتشر ديماند، لوك ات هيستوريكال داتا تو ريديوس اليمنت اوف سبجكتيفيتي. انت زي ما قلت لحضرتك هنا عندك فاكتور التايم هو الاساس، بتشوف الجروس في الماركت، فانت عندك هنا التايم والجروس الطبيعي في الماركت سواء بالبوزيتيف او ممكن حتى لا قدر الله بالماينس، لكن في اغلب الاحوال يعني في اللي احنا تعودنا عليه بيكون في اطار البوزيتيف. فانت هنا زي ما قلت لحضرتك بتقدر ايه تعمل بريدكشن للفيوتشر. يعني عندنا هنا في اكتر من طريقه زي الكوميوليتيف مين، الموفينج افريج، الاكسبوننشال اكسبوزيشن، كلها طرق ان شاء الله. الكواليتيف فوركاستنج ميثود او الجادجمنتال، زي ما اتكلمنا كده احنا بنتكلم على الدلفي ميثود. زي ما قلت لحضرتك بانل من الاكسبرت او السيلز فورس جروب، بتاخد ارائهم وخبراتهم وبتجمعهم فيه زي ديسكشن، اوبن ديسكشن وبرين ستورمنج عشان تطلع بنتيجه. في عندنا الكونسيومر ماركت سيرفي، بيعتمد على الماركتنج ريسيرش والاناليسيس بتاعه الداتا اللي انت جمعتها عشان تطلع بيه يعني ريبورت في الاخر. وعندك كمان الهيستوريكال انالوجي اللي هو نولوجي اوف سيميلر برودكت وبنش ماركينج، بتعمل قياس على شركات او منتجات اخرى قدمت فكره قريبه من اللي حضرتك بتقدمه، وبتشوف كده بالقياس انا ممكن اوصل لايه. يعني في عندنا كمان الافيلبل سكندري داتا، كولكتنج داتا سوبر ديستريبيوترز، او عندنا في مجال الفارماسيوتيكال بنعتمد على اي ام اس داتا، اي ام اس زي ما انا شرحتها قبل كده. الديستريبيوتر هنا ممكن يفيدني جدا جدا ان انا اجمع داتا في منتجات شبيهه برضو بيا. في عندنا طرق اخرى زي النايف. يعني ايه نايف؟ يعني انا الفوركاست القديم او الريزلت القديم انا بحطها زي ما هي كده، او بالبنش ماركينج شركه كانت قريبه او منتج قريب من المنتج اللي انا هقدمه، فانا بحط الفوركاست بتاعي من غير تفكير كتير، بحطه زي ما انا عرفت احصل على الداتا بتاعته. وفي عندنا طبعا الطرق المعتمده على السيلز فورس تيم، ان انا بجمع منهم داتا عن البوتنشال سيلز اللي ممكن يبعوها في الماركت بتاعهم بناء على خبراتهم في المجال ومعرفتهم بالعملاء او بالديستريبيوترز اللي موجود في الريجنز بتاعتهم، بجمع منهم الداتا وبعمل بقى كولكشن لكل الفوركاست يعني اللي هو كان على شكل انفرادي. وفي عندنا الاكزيكتيف اوبينيون، بتروح لناس اصحاب خبره في المجال اللي انت حضرتك بتشتغل فيه او الاندستري اللي انت متواجد فيها، وبتجمع منهم داتا عن احتياجات النيد بتاعت الكاستمر والمرات الشراء المتعدده وما شابه، وبالتالي بتحط فوركاست من خلال الطريقه. وزي ما قلت لك كل دي طرق ايه؟ كواليتيتيف فوركاستنج ميثود، لانها مش معتمده على طرق حسابيه او طرق احصائيه. يمكن عندنا طبعا بالنسبه للفوركاستنج اتكلمنا على الكواليتيتيف واتكلمنا على الكوانتيتيف. بالنسبه للكوانتيتيف لانها تهمنا اكتر يمكن اكتر استعمالا، فاحنا بنتكلم على الكوانتيتيف فوركاستنج تكنيك. التايم سيريس موديل، في عندنا الطريقه الثانيه اللي هي الاسوشيتيف موديل. في عندنا حضرتك التايم سيريس موديل معتمد على النايف ابروتش، الموفينج افريج، الويتد موفينج افريج، الاكسبوننشال سموثينج. وبالنسبه للاسوشيتيف موديل عندنا اللينير ريجريشن وعندنا التريند بروجكشن، يمكن قلت لكم ده معتمد على اكتر من فاكتور. وفي عندنا الكومبايلد اللي هي معتمد على الماركت ريسيرش بشكل عام. اتفقنا ان التايم سيريس موديل معتمد على تايم، الفاكتور الاساسي اللي هو التايم والبروس،
لكن عندنا بالنسبه للريجريشن، يمكن الريجريشن طبعا هي دايما بقول يمكن هي اكثر استعمالا، نتيجه ان هي معتمده على فاكتور معين بيتغير، وبناء عليه الفاكتور الاخر بيبقى فيه اوت كومز مختلفه. بمعنى عندي هغير البادجت، هغير مثلا السيلز فورس تيم، النتائج هتتغير وهكذا. تعالوا كده برضو نشوف حاجه زي الوايلد او الكوانتيتيف فوركاستنج. ده بيعتمد على ايه؟ معتمد على الماركتنج ريسيرش بشكل اساسي. حاجه زي الماركت تيستنج بتعمل بايلوت فيز، بتنزل مجموعه من البرودكت في مكان معين عايز يبقى قدام الجمهور، وبتشوف كده البيهيفير بتاع البوبيوليشن ايه، هل بيشتروه هل مش بيشتروه، طب بيشتروه بريت معين، طيب هل في فريكونسي معين في الشراء، انطباعاتهم ايه، الفيتشرز اللي عجبتهم الفيتشرز اللي ما عجبتهمش. فده بنسميه الماركت تيستنج، وممكن من خلالها، ده طبعا بيحتاج وقت، لكن ممكن من خلالها تقدر تحط فوركاست ينطبق طبعا على مجموعات معينه من البرودكت. يعني في عندنا الماركت سيرفي، هنا بتعتمد انك بتعمل كواتشينير، تمام، وبشوف كده الكونسيومر الاهتمام بتاعه الانترست في المنتجات، وبتقدر تعمل استيميشن للفوركاست بتاعك. يبقى دي طرق زي ما قلت لحضرتك بنسميها الكومبايلد او الكوانتيتيف فوركاستنج، وهي معتمده بشكل اساسي على ايه؟ على الماركتنج ريسيرش. تعال بقى نتكلم على التايم سيريس موديل. التايم سيريس موديل يمكن هي من الطرق المهمه جدا. في منها طريقه نايف العاديه خالص. يعني ايه نايف؟ يعني اللي اتحقق السنه اللي فاتت بحط فوركاست السنه فقط. في عندنا طريقه مهمه جدا جدا اللي هي الموفينج افريج ميثود. موفينج افريج ميثود بمعنى ايه؟ هي بتستعمل امتى؟ يوز اف ليتل اور نو ترند. مفيش ترند معين، بمعنى مفيش تغيرات في السيزوناليتي بتاعه المستحضر، يعني الدنيا ماشيه بثبات بشكل ما، وبيدينا امبريشن على الداتا اوفر تايم. تعتمد على ايه؟ الموفينج افريج ميثود معتمد على ان انا بجيب المتوسط، مش اكتر من كده، بجيب المتوسط بتاع المبيعات خلال مثلا اخر 3 سنين او اخر 3 4 شهور او اي مكان المده الزمنيه اللي الداتا عندي متاحه فيها، وبقسمهم على عددهم وخلاص. على سبيل المثال دي المبيعات بتاعت يناير، فبراير، مارس. طب انا عايز اشوف المبيعات بتاعت ابريل ممكن يكون شكلها ايه، فهنا بجمع العشرة اللي اتباعت في يناير، 12 في فبراير، 13، تمام، العشرة وال12 وال13 بجمعهم واقسمهم على 3 يديني كام؟ 11 ومثلا 66% مثلا. ال 11 و66 بجمعها على ال 13 وال 12 او زي ما حضرتك شايف، وابتدي ايه اقسم واشوف اللي بعديها وهكذا. تعال نشوف بقى ريزلت الحقيقه اللي حصلت. كان فيها اختلاف، ابريل في الحقيقه باع 16، ماي باع 19 وهكذا. فتلاقي في نوع من انواع الديفيجن طبعا، لان هنا ما بتدخلش فاكتورز اكتر من ايه؟ اكتر من ان انا بجيب المتوسط بتاع المبيعات السنين اللي فاتت او الشهور اللي فاتت وبقسمهم على عددهم. فدي طريقه دي اسمها الموفينج افريج ميثود، تتناسب برضو مع مجموعه من المنتجات اللي ما فيهاش زي ما قلت لحضرتك ترند، ما فيهاش اختلاف، ما فيهاش سيزوناليتي. طب ايه اللي يتناسب مع السيزوناليتي؟ بنشوف حاجه زي التايم سيريس موديل، لكن طريقه جديده بنسميها ويتد موفينج افريج. ويتد موفينج افريج امتى بستعملها؟ الطريقه دي لما بيكون عندي ترند معين في سيزوناليتي. يقول لك يوزد وين سم ترند مايت بي بريزنت، اولدر داتا يوجوالي ليس امبورتنت. انت يعني تلاقي معتمد اكتر على اوقات معينه من ريزلت، مثلا الشهور الاخيره او السنين الاخيره بتديها ويت اعلى من الفتره اللي قبليها، لان ده بيمثل الواقع. مثلا عملت بريك ثرو معين او عملت استراتيجي جديده، فالمبيعات مثلا نفترض في اخر سنتين مختلفه تماما عن السنين اللي قبليها. فلو عملت بالطريقه اللي فاتت اللي هي الموفينج افريج العاديه هتبقى مسليدنج جدا. فبقول لحضرتك هنا الويتد موفينج افريج برضه تتناسب مع عديد من المنتجات. بندي ويت، يقول لك ويتس بيزد على الاكسبيرينس والانتويشن. طبعا هنا برضه هتتذكر حته الانتويشن والاكسبيرينس. يقول لك بتتعمل ازاي الويتد موفينج افريج؟ بيقول لك هنا ان انا بجمع الويت فور بيريود ان، عدد معين من السنين او من الشهور لو محسوبه على الشهور، في الديماند في البيريود ديت، وبنقسمه على الويت بتاع اللي احنا يعني عملناه لعدد السنين ديت. تعال نشوف كده مثال. هنا بيقول لحضرتك قالي برضو هنا شهر يناير، فبراير، مارس. فانا هنا ايه؟ انا هنا اديت مارس ويت عالي، اديته 3 اهو،
وديت فبراير ويت بس اقل 2، وديت يناير ويت اللي هو 1، هنا مش حاطط الواحد. فانا ضربت 13 في 3 الرقم دوت. ليه ضربته في 3؟ لان ده الويت بتاع مارس، انا شايف ان مارس بالنسبه لي ويت عالي، فانا بحطه بمثله بحجم اكبر من الباقيين على اساس ان هو هيمثل لي كتله اكبر في الفوركاست بتاعي. فانا بضرب 13 في 3 وبعد كده بجمع عليهم 12 في 2 الويت بتاع شهر فبراير، و10 في 1 اللي هو الويت بتاع شهر يناير، وبقسمهم على 6. ايه هو 6؟ 6 ده بيعبر عن الويت 3 و2 و1. ادي انا عندي 3 وادي عندي الاثنين وادي عندي الواحد اللي هي مش محطوطه هنا، المفروض ان يكتبها مش مشكله. فيبقى انا قسمت على الويت بتاعهم، اداني كام؟ اداني 12. الرقم الحقيقي اللي اتباع كان 16، فانا بحطه بقى اشوف كده في المعادله اللي بعديها، ادي كده 16. 16 هنا ضربته في 3 برضه، ليه؟ لان ده الويت بتاع ابريل. و13 ضربتها في 2 المره دي، ليه؟ لان ده الويت بتاع شهر مارس الويت الجديد يعني. وال12 ضربتها في 1، 12 دي بتاعت فبراير، فبرضه 3 في 16 زائد 2 في 13 زائد 12 في 1 ادتني رقم معين، وهكذا. الفكره هنا زي ما قلت لحضرتك معتمد على ايه؟ معتمد ان انا بدي ويت معين. اديت مثلا 3 للاست مانث، الشهرين قبل كده اديتهم، اديت الشهرين يعني المده اللي كانت من شهرين اديت ويت 2، الشهر اللي كان من 3 شهور فاتت اديت ويت 1 بس، فمجموعهم كام؟ مجموعهم 6، ده الرقم اللي انا بقسم عليه. فبرضه في غايه السهوله، وعلى فكره انت مش مرتبط برقم 3 و2 1، دي حاجه معتمده على الانتويشن زي ما قلت لحضرتك، الاكسبيرينس بتاعتك. ممكن نفترض ان انا عايز اعمل فوركاست للسنه الجايه، فعايز احسب مثلا 5 سنين قبليها، فانا ممكن السنه اللي هي اللي فاتت على طول ممكن احسبها بويت، نفترض مثلا 5 اللي قبليها احسبها بويت 4 وهكذا. فدي بتعتمد على تقييمك انت، الايفالويشن بتاعك والانبوت بتاعك. في طريقه كمان مهمه اللي هي التايم سيريس موديل، اللي هي بنسميها الاكسبوننشال سموثنج. دي بتعتمد على ايكويشن. الايكويشن عندي بتقول لك ايه؟ بتقول لك النيو فوركاست، الفوركاست الجديد اللي انت عايز تعمله بيعتمد على اللاست بيريود فوركاست، بمعنى ان انت كنت محتفظ بداتا بتاعت الفوركاست مثلا بتاع السنه اللي فاتت، وبتضربه في كونستانت معين اللي هو ايه؟ افتح بقى قوس بنشوف الاكشوال سيلز اللي اتعملت اللي هو لاست بيريود اكشوال ديماند في اللاست، بنطرح منه اللاست بيريود فوركاست. يعني ايه مره ثانيه؟ ادي الاف تي، اف تي اللي هو الفوركاست اللي انا عايز اطلعه مثلا للسنه دي على سبيل المثال، وبيكون عندي الفوركاست بتاع السنه اللي فاتت هيدخل في الحسبه بتاعتي، وبعد كده عندي كونستانت، والكونستانت ده برضه مهم ومعتمد على الانتويشن. الكونستانت ده مضروب في ايه؟ مضروب في المبيعات الحقيقيه اللي تمت السنه اللي فاتت، وبطرح منها الفوركاست اللي تم السنه اللي فاتت. انت عندك الاف تي ماينس 1 اللي هي السنه الماضيه، الفوركاست بتاع السنه الماضيه انا مسكته مرتين، مره جمعته مع الكونستانت ومره تانية طرحته من السيلز الحقيقيه اللي حصلت. طيب تعال بقى نشوف موضوع يعني الايكويشن دي والكونستانت بالذات. هنا بيقول لك وير اف تي ده عباره عن النيو فوركاست، اف تي ماينس 1 ده البريفيوس فوركاست، الاي ده مهم جدا جدا دوت الكونستانت او الويت، والكونستانت دوت اللي هو الاي دوت هديله رقم من 0 ل1، هديله رقم من 0 ل1 بناء على ايه؟ يعني ما بينهم، هو مش لازم 0 ومش لازم 1، ممكن يكون مثلا 1 من 10، ممكن يكون 9 من 10 وهكذا. طب ده بناء على ايه؟ يقول لك هنا choose high value of alpha أو A، معلش ده الكونستانت مرة كتب يعني بطريقة مش مظبوطة، لكن احنا هنقول عليه A ده الكونستانت. when underlying average is likely to change، يعني ايه؟ يعني احنا متوقعين ان الفوركاست الجديد هيحصل فيه تغييرات كبيرة جدا جدا مقارنة بالسيلز بتاعت السنة اللي فاتت. ففي الحالة دي انا بعمل ايه؟ باخد الـ A بـ high value. يعني ايه هاي فاليو؟ يعني مثلا ممكن اديها 8 من 10، 7 من 10، 9 من 10، 1، تمام؟ اختار هنا الكونستانت عندي اللي هو ايه بكذا. طب لو انا مش متوقع ان في فروقات كبيره ما بين الفوركاست السنه دي وما بين المبيعات الاكشوال اللي حصلت السنه اللي فاتت، فانا بدي للقيمه بتاعت ايه الكونستانت بتاعي بدي له لو فاليو. لو فاليو يعني كام؟ يعني ممكن تكون 1 من 10، 2 من 10، 3 من 10، ممكن تكون 0.
صعب طبعا ان احط زيرو، لكن ممكن زي ما قلت لحضرتك هيكون تقييمه بهذا الشكل. فمره ثانيه هي ايكويشن الاكسبوننشال سموثنج، وليها تطبيقات كتير على فكره. يمكن الزملاء اللي عايز يتعرف اكتر ويدخل اكتر ممكن تلاقي امثله كتير شفتها انا على اليوتيوب، تقدر برضو تستفيد بيها عشان توضح لك الصوره لو الدنيا مش باينه قوي. الطرق الحقيقيه المهمه والفعاله والواقعيه اللي فعلا بتدخل معايا فاكتور، واحيانا بضطر ان انا ادخل معايا اكتر من فاكتور عشان اتوقع المبيعات اللي ممكن تحصل في المستقبل. وطبعا انت كماركتير مهم جدا عمليه الفوركاستنج، تتوقع عندك متغيرات كتير. على سبيل المثال لو عايز اغير البادجتنج شويه، لو عايز اغير السيلز فورس تيم، ازود العدد، اقلل العدد، ازود المصاريف بتاعت البادجتنج مثلا او ما شابه. فدي كلها امور انت ممكن تحطها في الاعتبار وانت بتستعمل الريجريشن اناليسيس. يعني ايه ريجريشن؟ يعني انحدار. والريجريشن احنا بندرسه في الاحصاء على فكره، والاحصاء يمكن ده واحد من اهم العلوم على مستوى يعني اسمها ايه، كل بقى انواع العلوم المختلفه. لو اجي اتكلم من ناحيه اكاديميك او اجي اتكلم كلام بنسميه ايفيدنس بيزد، لازم يكون يعني لازم هتدخل معاك الاحصاء بشكل كبير. فالريجريشن جزء من الاحصاء جزء من الانحدار، بيدرس العلاقه ما بين متغيرين، متغير ثابت ومتغير بيعتمد عليه. تعال كده نشوف الموضوع الريجريشن. حضرتك هنا بنشوف ان في عندي one variable، انا بيكون عندي one variable اللي هو الديبندنت variable، ده اللي انا عايز اطلعه اللي هو غالبا في حالتنا احنا هنا السيلز. انا عايز اطلع السيلز. السيلز دي معتمد على فاكتور اخر بيكون independent variable اللي هو بنسميه الاكس، والعلاقه ما بينهم بتكون في linear equation. تمام، بيقول لك ان الواي ده الديبندنت variable اللي هو السيلز، زي ما قلت لك احنا يمكن هنستعملها بقى في معظم شغلنا هتكون السيلز، والواي بتكون الاندبندنت variable اللي هو على سبيل المثال الادز بادجت او السيلز فورسيتي نمبر او اي فاكتور انت عايز تحطه في اعتبارك وانت بتيجي تعمل الماركتنج بلان. احنا بنطبق في المعادله ديت. المعادله دي عندنا واي، اي بقى واي بمعنى ان انا عايز اجيب المبيعات بتاعت سنه معينه او شكل معين. فدي طبعا بنبقى على الفاكتورز الاخرى. اهم فاكتورز عندي ان انا بطلع الاكس اللي هي المبيعات، الاسف الجزء اللي هو ثابت او الفاكتور الثابت. على سبيل المثال انا عايز اصرف السنه دي في البادجيتنج مثلا بتاع الماركتنج عايز اصرف نفترض 1,000,000 جنيه. طب السنه اللي فاتت انا كنت صارف 900، السنه اللي فاتت كنت صارف 500,000. السنه دي انا عايز اقول ايه؟ ان انا عايز اعمل زي ما قلت لحضرتك، عايز احط بادجت 1,000,000. طيب السيلز هتبقى كام؟ ما بين الواي وما بين الاكس في عندي اثنين كونستانت مهمين جدا اللي هم الاي والبي. الاي والبي دول بيجوا منين؟ دول بيجوا بناء على العلاقه السابقه في السنوات السابقه او الشهور السابقه في المبيعات. يعني لما انا مثلا هجيب داتا بتاعت 3 او 4 سنين فاتوا، نفترض ان انا كنت بحط مثلا 100,000 بادجت، كنت ببيع مثلا 1,000,000. حطيت 150,000 بادجت، بقيت ابيع مثلا 1,200,000 وهكذا. فانت بتبتدي تحط الداتا اللي عندك السابقه اللي هي بتمثل العلاقه بين الاثنين متغيرين، بتحطهم في جدول معين عشان تطلع منهم الكونستانت اللي هو A وال B. الـ A دوت ناس بقى اللي هتدرس احصاء، ده بيعبر عن الـ Y axis intercept، والـ B ده بيعبر عن السلوب اللي هو الميل بتاع الكيرف بتاع الانحدار. احنا طبعا عندنا نوعين من انواع الريجريشن. في اللينير ريجريشن دي بتعبر عن سنجل فاريبل، يعني انا هحط في اعتباري ان انا بحط ايه فاكتور واحد اللي بيتغير. طب لو عايز استعمل مالتيبل فاكتور فبنسميها المالتيبل ريجريشن او الترند. دي ايكويشن ودي ايكويشن متفصله، لكن الايكويشن اللي قدامنا دي حالا دي بتعبر عن اللينير ريجريشن اللي هي زي ما قلت لحضرتك في علاقه ما بين الواي وما بين الاكس. انا بطلع الكونستانت اللي هم ايه والبي، وبناء عليه ببتدي بقى ايه يعني اعوض في المعادله ديت. البي بقى اجيبها ازاي؟ البي ديت احنا هنجيب دلوقتي جدول احصاء اشرحها لحضراتكم حالا. ادي البي بجيبها من مجموع الاكس مضروبه في واي، بطرح منهم الان مضروبه في الاكس داش في الواي داش، مقسومين كلهم على مجموع الاكس تربيع ماينس الان اكس تربيع. الاي بتعبر عن الواي ماينس البي اكس داش. تمام؟ ايه بقى الكلام ده؟ ده شغل زي ما قلت لحضرتك statistical يعني approach تماما اللي احنا اخدناه في فترات كتيره من دراستنا. تعالى مثلا نشوف هنا الجدول ده. الجدول ده بيعبر عن ايه؟ ادي عامل بادجت وادي السيلز. احنا عندنا البادجت دوت اللي هو الاكس، ده طبعا يعتبر
الاندبندنت فاريبل وعندنا الواي دي معتمد عليه فبنسميها الديبندنت فاريبل. البادجت هنسميه اكس، السيلز هنسميها الواي. وبشوف هنا ادي سنه 2006 2007 2012 2006 انت صرفت كبادجت مثلا 1000، الواحد هنا يعني تعبر عن 1000، الاثنين مثلا 2000 3000 وهكذا، انت صارف هنا مبلغ لغايه لما بوصل في 2012 انت صارف مثلا 7000 على البادجت على سبيل المثال. طب السيلز كانت قد ايه؟ لما صرفت 1000 السيلز كانت 74 يونت، صرفت 2000 السيلز بقت 79 يونت، صرفت 3000 السيلز بقت 80، لغايه لما صرفت 7 في سنه 2012 السيلز بقت 122. طب حضرتك لما اجي اقول لك سنه 2013 وانت مثلا عايز تصرف 9000، انت مش هتصرف بقى 7 ولا 8، ده انت هتصرف 9000 على البادجيتنج كامبين بتاعك. هبيع كام؟ المتوقع كام بيع؟ بنشوف بقى المعادله زي ما قلت لحضرتك، بنطبق بقى جداول الاحصاء المعتاده، ادي هنا الاكس، ادي هنا الواي، ادي هنا بعبر عن الاكس تربيع، الاكس مضروبه في الواي، اكس تربيع هنا يعني ده في نفسه، الاكس في الواي اللي هو ده في ده، وبضربهم في بعض بيجيب لي النتيجه هنا، بعمل كل واحده لوحديها سنه 2007 2009 وهكذا، وبجمع ادي هنا مجموع الاكس طلع لي 28، المتوسط بتاعهم اللي هم الاكس داش 4، بجمع الواي ادي مجموع الواي ادي كده زي ما حضرتك شايف 692، وادي كده المتوسط بتاعه الاكس تربيع مجموع الاكس طلع لي 140، الاكس مضروبه في الواي طلع لي بالرقم ده، ابتدي اخد الارقام دي وابتدي ايه اعوض في المعادله اللي حضراتكم شايفينها، البي بتساوي كذا على كذا والاي بتساوي الواي ماينس البي اكس كذا، فبيطلع لي الرقمين دول. الرقمين دول بيعبروا عن ايه؟ ده هنا البي بيعبر لي عن الكوست الكونستانت بي، وهنا الاي بتعبر عن الكونستانت اي، اللي هم زي ما حضراتكم شايفين هنا ادي الاي وادي البي وادي العلاقه اللي ما بين الواي والاكس. تمام؟ يبقى لما بطلع البي وبطلع الاي بتطلع لي زي ما حضرتك شايف كده المعادله دي، واي بيساوي 6.7 بلس 10.54 مضروبه في الاكس. يبقى دي العلاقه ما بين المتغيرين الاكس والواي. كل ما حضرتك تجيب لي الاكس، الاكس اللي هي ايه؟ البادجت. البادجت دوت لما بيتغير، نفترض ان البادجت بتاعي هيبقى 9000، بحط الرقم دوت 9000 في المعادله ديت هتطلع لي واي. ايه هي الواي؟ اللي هي السيلز المتوقعه. زي ما بنشوف قدامنا كده، لو عندنا لو يعني بصينا هنا ادي الاكس مثلا ب9، هتقوم حضرتك عامل لي المعادله ديت، تمام؟ هيطلع لي الواي بكام؟ هنا تنبأ ان الواي هتبقى 151.5 تقريبا. يبقى نرجع تاني على الجدول بتاعنا زي ما حضرتك شايف. لما المبيعات هتبقى 9 هنا، لو حطيت 9 هنا هتبقى قدامها السيلز المتوقعه 151، واديك شايف ده يعني رقم راشونال جدا جدا منطقي في وسط الارقام اللي حضرتك حاططها في الجدول. الطريقه دي زي ما قلت لحضرتك طريقه احصائيه هتاخد منك وقت طويل، تقدر الكلام بتعمله في مجرد دقيقه واحده بس او اقل لو عملتها على الاكسل. الاكسل طبعا حاجه في غايه البساطه. ادي حضرتك عندنا مثلا هتستعمل الداتا، الداتا دي بتطلع لك حاجات كتير جدا متعلقه بمساله الفوركاستنج، زي مثلا الوات اف اناليسيز الفوركاستنج شيت. لو حضرتك كمان دوست على الداتا اناليسيز هتبتدي تطلع لك مجموعه الايكويشنز الموجوده عندك هنا. الريجريشن، الريجريشن دي طبعا زي ما احنا شفنا كده هستعملها اللي احنا طبقناها في الجدول اللي فات، وكانت عمليه معقده واحصاء بقى وسخافه وحاجات. انت زي ما قلت لحضرتك الاكسل شيت بالظبط دقيقه واحده هتلاقي الموضوع خلص. خلي بالك ان من ضمن الداتا اناليسيز بعض الحاجات اللي احنا تعرفنا عليها في الفوركاستنج، زي مثلا اكسبوننشال سموثنج تقدر تطبقها، حاجه زي الموفنج افريج والويتد موفنج افريج، كل دي حاجات تقدر زي ما قلت لحضرتك تقدر تستعملها، وفي فيديوهات كتيره جدا على اليوتيوب ممكن نستفيد بيها. يمكن في شاب هايل مثلا عامل جروب اسمه نولوجي، بصراحه انا بحب اتابعه واستفدت منه كتير في موضوع الاكسل، وفي في غيرها وغيرها كتير، يعني في عشرات وعشرات الجروبس او المواقع اللي ممكن تستعملها. طيب تعالى كده نبص على حاجه زي الريجريشن استعملها ازاي في الاكسل. ادي يا عم انت حاطط مثلا شهور من يناير لمايو، ادي انت حاطط الادز بادجت، تمام؟ انت هنا شهر يناير هتصرف 1000، الشهر اللي بعديه 1500، السيلز المقابله لما صرفت 1000 انت بعت 77 يونت، صرفت 1300 السيلز كانت 80 وهكذا.
انت عايز تفترض لو انت هتصرف في شهر مايو 2200 جنيه مثلا على البادجت كادفرتايزنج كده، انت متوقع السيلز هتبقى كام؟ هنجيبها من خلال الاكسل، من خلال التعويض بقى في الاكسل. حضرتك مجرد بس انك بتيجي على الخانه ديت، تمام، وبتقول يساوي، تكتب كلمه فوركاست، تفتح قوس. اول ما تفتح قوس هتطلع لك المعادله اللي تحت دي. اول حاجه بتكتب الاكس، ايه هو الاكس؟ اللي هو دوت. فانت بتحط المعادله الخليه ديت او السيل دي، بعد كده بتحط فاصله، وبعد كده يقول لك نون وايز، بتحط بقى حضرتك كل الوايز دول تكتبهم وتعمل فاصله، وبعد كده نون اكس اكسز اللي هم دول حضرتك. لغايه هنا بس، خلي بالك لغايه هنا ما تاخدش الاخيره ديت، وتدوس انتر، هيقوم طلع لك الرقم في خلال دقيقه واحده. الكلام ده كله على فكره هنتابعه ان شاء الله الفيديو اللي جاي بالتفصيل، حاجه في قمه البساطه. طب لو عندي اتنين فاكتورز، يعني انا لو حطيت الادز بادجت وحطيت كمان نمبر اوف سيلز فورسيتي، يعني في يناير مثلا انا صرفت 1000 جنيه على البادجت وكان عندي 10 ميديكال ريب مثلا او سيلز ريب، باعوا لي 77 يونت، تمام. وشوف بقى كل بقى واحده مع التفصيله بتاعتها، كان عندي مصاريف 1300 وكان عندي 9 مندوبين، بعت 80 في ابريل 2000، صرفت عندي 12 ميديكال ريب، باعوا لي 130. طيب نفترض بقى ان انا حضرتك في بادجت مايو انا عايز احط 2200 جنيه وعايز ازود السيلز فورس تيم بتاعي ل 15، متوقع ان انا هبيع كام؟ احنا هنا نعتمد بقى على الترند. الترند دي ايكويشن تانية غير الفوركاست، دي هي برضه ريجريشن لكن معتمد على اكتر من فاكتور.